Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Northern Mariana Islands. مشاهدينا الكرام عبر قناة كويت سبورت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أنا عبد الناصر السهلي مصاحبتكم في افتتاح الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 سنة، من هنا من استاد عبد الله الخليفة بنادي اليرموك في منطقة مشرف، الذي يستضيف مواجهة ما بين منتخب إندونيسيا وهو رابع هذه البطولة قبل 34 سنة، وتحديدا في عام 1990 يواجه أحدث أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهو منتخب جزر ماريانا الشمالية. يقود هذا اللقاء طاقم تحكيمي عربي بقيادة الأردني محمد السوالمة، ويعاون الأردني حمزة بعبيد، والحكم السوري الثاني المساعد خضر حمامة، والحكم الرابع السعودي خالد الأحمري. هذه أيضا تشكيلة المنتخب الإندونيسي اللي راح يلعب اليوم بحراسة المرمى، اللي هو اللاعب رزاقو، وعندنا أيضا في الدفاع اللي هو فابيو، وأيضا ريحان إبرانسيا، وماثيو بيكر، وعزيزو ميلانسا في خط النص يلعب اللي هو
تريستان إبراهيم ونازاريل ألفارو ومحمد غزاني في المقدمة اللي هو فيرجاتو الله وفضلي ألبرتو. بينما تشكيلة منتخب جزر ماريانا بحراسة المرمى إدوارد أوريولا، في الدفاع يلعب جواكيل موشي سيكل إيدين كاماتشو جاسون تاغاباول، في النص يلعب اللي هو كادور كورا وأيضا مارك كوستليز وأيضا ماتسو موتو، في المقدمة جان سيوم وطاهر شاكر. يستعد المنتخبين أيها الأحبة هذا المنتخب اللي أمامنا باللباس السماوي، راجع من خسارة ثقيلة الحقيقة 19-0 خسرها أمام المنتخب الأسترالي، المنتخب الأسترالي اللي راح يباري منتخبنا الكويتي بعد هذا اللقاء. بينما منتخب إندونيسيا راجع من فوز وزنه ذهب، نعم وزنه من ذهب لما فاز على صاحب الدار والضيافة منتخب الكويت بهدف، والمنتخب الكويتي هو أحد المنافسين المباشرين على الصعود من هذه المجموعة. إذن نستعد لمتابعة لقاء بطبيعة الحال غير متكافئ، منتخب جزر ماريانا المنتخب الجديد واللي ما يختلف اثنين على أن هذه المباراة محسومة، محسومة قبل ما تبدي لضعف مستوى منتخب جزر ماريانا نتيجة حداثة تاريخه وحداثة مشاركاته في القارة الصفراء، وكذلك عدم توفر مقومات النجاح هناك في جزر ماريانا الشمالية. بينما المنتخب الإندونيسي للآن الكرة معاه باللباس الأحمر يدرك أن الانتصار في جيبه وأن هذه المباراة تعتبر تحصيل حاصل في سباق التأهل، لأن في جميع الحالات مباريات منتخب جزر ماريانا الشمالية راح تلغى النتائج على اعتبار هو ضامن المركز الأخير في هذه المجموعة، مع كل احترام وتقدير طبعا لهذا المنتخب، لكن منتخب جديد، لذلك المنتخب الأندونيسي راح يلعب بأعصاب هادية مدرك أن الفوز يعني راح يكون حليفة، والكرة بتتنفذ. راح نشوف وننتظر طبعا مهرجان أهداف من جانب المنتخب الأندونيسي اللي هو بطبيعة الحال أقوى بكثير من المنتخب جزر ماريانا. الكرة بتوصل إلى 11 في منتخب إندونيسيا اللي هو لوكاس لي، تعود الكرة إلى اللاعب رقم 7 في محاولة ترجع للكرة مرة ثانية في محاولة تسديد، إنما ما تمر الكرة العرضية والهدف الأول، يأتي الهدف الأول، الهدف الأول دقيقة وستة وعشرين ثانية. اللاعب محمد زهابي بولي يسجل أول أهداف اللقاء، نقول بالدقيقة الأولى. لاحظ اللخبطة الدفاعية اللي حصلت في دفاع جزر ماريانا الشمالية، كرة عرضية مرت أمام 3 مدافعين وراحت للاعب اللي في الجانب البعيد، شوف الكرة اللي جاية من اللاعب دافا زيدان بيلعبها إلى اللاعب اللي هو زهابي جولي، ولكن الكرة بتروح في المرمى. 1-0. إذن الهدف بصورة مبكرة، ننتظر المزيد من الاحتفالية في التسجيل في هذه المباراة. كرة بتتحول إلى الجهة اليسرى، منتخب إندونيسيا تحضير برا المنطقة وبيحاول ينفذها، الانطلاقة للمنتخب الإندونيسي بيحاول فيها ويلعبها، إنما بحارس المرمى يصدها وتطلع إلى برا الملعب إلى ركلة ركنية، مسّت حارس المرمى طلعت إلى خارج الملعب ركلة ركنية. منتخب
جزر ماريانا الشمالية طبعا يحاول في هذه المباراة استفادة قدر المستطاع كرة اللعب والهدف الثاني لكنها بيد حارس المرمى أول الأهداف يأتي للاعب محمد زهابي جولي كرة إلى الجهة اليمنى منتخب يحاول في هذه الكرة وهذا الهدف الثاني لما بيد حارس المرمى راح تشتغل المحاولات التهديفية وإدوارد أريولا راح نشوفه كثير حارس المرمى راح نشوفه كثير تسديده كانت برا منطقة 18 لكنها بيد حارس المرمى تتنفذ الرمية الجانبية لمنتخب اندونيسيا منتخب الاندونيسي راجع من الفوز على منتخب الكويت بهدف راح يعطيه الدافعية طبعا للاستمرار والتحضير للمباراة الهامة المباراة القادمة اللي راح يواجه فيها المنتخب الاسترالي هي اهم مباراة اكيد في المجموعة بالنسبة للمنتخب الاندونيسي الحقيقة يعني احيانا القرعة تخدم المنتخب منتخب الاندونيسي يعني القرعة ربما تكون خدمته هنا محاولة إنه لعب مع صاحب الأرض في أول مباراة وفاز على منتخب الكويت وهي مباراة أهم مباراة بالنسبة لنا يلعب أمام منتخب الكويت وأيضا أمام منتخب الأسترالي بالتالي الآن في محطة راحة يعتبر هو مريح في هذه المباراة قبل أن يلعب مع منتخب أستراليا فيحتاج لراحة قبل أن يواجه المنتخب الأسترالي على خلاف منتخب الكويت الحقيقة اللي لعب القرعة ما خدمته واجه منتخب مرشح والمنتخب الاندونيسي وخسر أمامه بهدف واليوم راح يواجه مع المنتخب الأسترالي راح يواجهه وهو المرشح الكبير واللي راجع من فوز 19-0 على منتخب جزر ماريانا فبالتالي موقف المنتخب الكويتي صعب كرة ملعوبة عرضية لكن نبقى نتابع هذه الفئات العمرية اللي أكيد الفوز والخسارة مو الهدف الرئيسي للمباريات تحت 17 نبي نشوف نجوم المستقبل نبي نشوف المنتخبات قادرة على إمداد منتخب الأولمبي المنتخب الأول فهذه الفئة العمرية اللي تتطلب الحقيقة المجهود من اللاعبين وبالتالي الموهبة اللي تكتشف من هذه المرحلة العمرية قادرة على اللعب مع الفريق الأول في النادي نفسه أو حتى مع المنتخب لذلك ما راح نكون قاسين على لاعبين منتخبنا اللي خسروا أمام المنتخب الاندونيسي بهدف واللي اليوم نتمنى لهم التوفيق أمام منتخب أسترالي مثل ما قلنا الفئة هذه فئة مهمة فئة رديفة للمنتخبات الأولمبي ومنتخب 20 سنة فبالتالي نتمنى لهم التوفيق وأيضا الدعم المعنوي للاعبين منتخبنا هنا محاولة للمنتخب الاندونيسي اللي حتى الآن مسيطر سيطرة كاملة نتكلم بالدقيقة 7 من عمر أحداث شوط المباراة الأول الاندونيسيين يتجولون في استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك في مشرف على راحتهم رايحين يمين يسار يسيطرون بينما محاولة من لاعبي منتخب جزر ماريانا بدون أي جدوى هذا الهدف الثاني ضاع راح يحاولون طبعا مثل ما قلنا هذه المباراة مرشحة بأنها تمسح من سجلات الاتحاد الآسيوي على اعتبار أن صاحب المركز الأخير في هذه المجموعة راح تلغى نتائجه وأعتقد المرشح واللي ما يختلف حتى في لاعبين وحتى في جزر ماريانا الشمالية هم عارفين ومدركين بأن منتخبهم يعني سيغادر هذه البطولة وهو في المركز الأخير ويتمنون أنهم
يعني يتطور ويستفيدون. لدينا المدربة الوحيدة لمنتخبات العمرية لجزر ماريانا هي حرمة، ما في غيرها، السيدة اليابانية سوزوكي كونومي، هي كانت قبل شهر موجودة عندنا في هذا الملعب. ويا سلام على الكعب الحلو، رايحين الثاني الاندونيسي وطالت طالع، هذا هو الثنائية 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 بيحطها مرة ثانية. محمد الزهابي جولي بيسجل الجول الثاني، يسجل الجول الثاني بدقيقة 8 وقول دقيقة 9، الهدف الثاني بدقيقة 9 يسجله محمد سهامي جولي. شوف 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 تزهبت له، تزهبت ولعبها على الهادي، أرضية حلوة ولمسات جماعية على طول، طالت راحت من المدافع اللي لعبها بالخطأ، المدافع رقم 3 بيحضرها وبيزهبها مثل ما نقول احنا بالكويتي، يزهبها اي يحضرها اي يجهزها للاعب زهابي جولي. زهابي جولي هنا لأول مرة نشوف حارس مرمى منتخب إندونيسيا يظهر لنا، اللي هو اللاعب سيتيا وارمان، دافع سيتيا وارمان أو يسمونه دافع القاسمي، دافع خلونا على القاسمي أحسن، دافع القاسمي. كرة بتوصل إلى المنتخب الإندونيسي 2-0. طبعا الإندونيسيين يتمنون ان الكيكة في هذه المجموعة يؤكل منها اكبر، وهذا الثالث. اوه عاد تدرون صج، هذه صعبة نظيف، هذه انك تبي تعاقب اللاعب قول له ضيعها، هو ضيعها، ضيعها المدافع المتقدم الفريدو. هني تبي تعاقب لاعب قول له هذه الكرة لا تحطها في الجول، طلعها برا اذا قدرت، شاطر، شوف شوف داخل ستة ياردة طلعها برا، سوى الصعب، السهل يقولها، السهل يقولها، لكن ضاعت ضاعت اللاعب رقم 20 اللي حاول في الكرة الماضية وهو طاها طاها الدي سينا. بحاول فيها للثالث ولكن الكرة تضيع، كرة تضيع، كرة تضيع. منتخب جزر ماريانا الشبابية منتخب جديد، ما عندهم يعني دوري بمعنى الدوري القوي، عدد سكان هذه الدولة 54,000 نسمة، فمن الصعب إيجاد منتخبات، مدربة واحدة هي حق كل المنتخبات الرجالية والنسائية، اليابانية سوزوكي كونومي عمرها 34 سنة، اللود كله عليها. هنا محاولة للثاني زهابي يتألق، الهاتريك الهاتريك، لكن ضاع الهاتريك. محمد زهابي جولي كان ممكن يهاتركها بدقيقة 11 من شوط المباراة الأول، ولكن الكرة عدت إلى برا ملعب ركلة مرمى. 2-0 2-0. مدربة منتخب جزر ماريانا اليابانية سوزوكي أرسلها الاتحاد الياباني من أجل أن تطور الفئات العمرية وكرة القدم النسائية في جزر ماريانا الشمالية وتشرف على المنتخبات. هنا محاولة بالراس حطها خلصها ودربكة، وأيضا الدفاع الدفاع لما في صفارة أنقذت الموقف لخطأ على هذا اللاعب طاهر السيناو. طاهر حاول بالهدف الثالث لكن ما كملت. بيحاول فيها الان منتخب جزر ماريانا، يعني الان زين شفنا حارس المرمى المره الثانيه، حارس مرمى منتخب اندونيسيا القاسمي، دافع القاسمي يقود المنتخب الاندونيسي اليوم. نوفا اريانتو، نوفا اريانتو عمره 44 سنة يشغل هذا المنصب الى جانب منصب مساعد مدرب المنتخب الاولمبي والاول، وهو مدرب الان منتخب الشباب. الكرة ترجع للخلف، محاولة من اللاعب بانشي،
بانشي الكرة معاه كوتو بانشي حاول التسديد أبها لكن يقطعها لاعب منتخب جزر ماريانا كرة بيحضرها برا المنطقة يحاول يشوت لكن التكتل والضغط الدفاعي بيأجل من الهدف الثالث بيأجل منه مثل ما قلنا المباراة هذه يعني يتطلب لها تكتيك خاص من لاعبين منتخب اندونيسيا وحتى من المعلق يعلق على مباراة في جزر ماريانا لازم يكون تكتيك لا يتوهق بالأهداف لازم يكون عنده ورقة جاهزة للأهداف والدقيقة ومن يسجل لا يتلخبط عليه لأنه ممكن تشاهد مهرجان كبير مثل ما سواها منتخب أستراليا قبل يومين فاز 17-0 لازم تحفظ 17 اللاعب اللي سجل والأوقات لذلك أيضا تطلب تكتيك خاص من اللاعبين ومن حتى الإعلاميين اللي إذا كانوا يبون يرصدون ويؤرخون هنا محاولة للثالث والدربكة وتوصل ويحاول فيها القائم اليسار مرة هذه يساعد إدوارد ريولا حارس مرمى منتخب جزر ماريانا الشمالية القائم اليسار في موجة وفي الارتباك دفاعي مستمر لمنتخب جزر ماريانا تعودنا أن نشاهده في المباريات سواء لفئة تحت 17 سنة أو تحت 20 سنة اللي كانت حاضرة قبل شهر هنا في استاد عبدالله الخليفة في أيضا مجموعة كرة ملعوبة تنحط يا سلام يا سلام خذاها باليمين وتلثت يبي أهداف كثيرة يبي يزيد القلة عن منتخب استراليا 17-0 الآن 3-0 شوف الدفاع شوف الارتباك خذاها باليمين بكل هادي ووضعها في الجول اللاعب رقم 20 اللي هو طاهر الديانسا يسجل أول أهدافه وهو الهدف الثالث في دقيقة 16 طاهر يسجل ثالث أهداف إذن عندنا اليوم ثنائية للاعب محمد زهابي جولي وهدف لطاهر الديانسا يسجل أول أهدافه 3-0 16 دقيقة 3-0 شايف أيضا منتخب الإندونيسي داخل المباراة يبي يزيد الغلة يبي يزيد الأهداف لاعب راح ياب الكرة مع أن نتيجة المباراة أتصور ما راح تكون ذات أهمية طبعا أنت راح تكون يعني مهمة كرة اللعب إذا مثلا فاز منتخب جزر ماريانا على منتخب الكويت راح تكون هذه مباراة مهمة لأنه ما راح يأخذ المركز الأخير مثلا لذلك متوقع جدا أنه ما راح يفوز في أي مباراة وعلى فكرة يعني تاريخيا ما فاز في أي مباراة منتخب جزر ماريانا أشوف مدربة منتخب جزر ماريانا توجه اللاعبين مدربة اليابانية تحاول توجه اللاعبين لتقليل الخسارة المتوقعة 3-0 أمامنا جولي سجل هدفين وموزاكي سجل هدف وطاهر موزاكي محاولة لإضافة الهدف الرابع عرضية ولكن إلى خارج الملعب لعبها ألفريدو رقم 20 يعني اسمه طويل حقيقة لكن الأسهل في اسمه اللي هو محمد طاهر خلونا على محمد طاهر يسجل الهدف وهنا محاولة وتوصل وضربة ركنية حارس مرة هذه طلعها إلى كورنر ريولا
حارس مرمى منتخب جزر ماريانا يطلع الكرة إلى ضربة ركنية. إذا محمد طاهر سجل الهدف الثالث في المباراة. تنقل الكرة وتبعد إلى الطرف الأيسر، رمية تماس تشتيت لمنتخب جزر ماريانا. كرة تنقل تلعب إلى منتخب الاندونيسي. أحبتي متابعين مشاهدينا في كل مكان عبر الرياضية الكويتية، نرحب بكل من ينضم إلينا ويتابع أحداث هذا اللقاء ضمن إطار البطولة والتصفيات الآسيوية للمجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة. المباراة اللي ينتظرها الجمهور الكويتي، المباراة الصعبة راح تكون بعد هذه المباراة مباشرة ما بين الكنغارو الصغير الأسترالي ومنتخبنا. هنا محاولة لكن الدفاع يبعد، دفاع جزر ماريانا الشمالية بيخلص الكرة لكن الضغط مستمر. يلعبها برا المنطقة إلى اللاعب فلوراستا، محاولة لاختيار الزاوية لكن ما مشت الكرة. تنقل جهة اليسار، محاولة الآن يحاول لعبها حلوة قريبة الحقيقة من الزاوية 90. الفريدو دانييل إنما كرتها إلى برا ملعب. شوف داخل المنطقة لعبها لنفسه، فتح زاوية واختار زاوية حلوة لكن ما كملت وطلعت إلى برا الملعب. إلى خارج الملعب. هنا محاولة توصل خطيرة، وهذا الرابع ولكنها إلى برا الملعب. إلى برا ملعب ركلة مرمى. إلى برا ملعب ركلة مرمى ضغط متواصل. مثل ما قلنا اليوم هذه المباراة بالنسبة حق الأندونيسيين محطة راحة لأن عنده مباراة مهمة أمام منتخب أستراليا، فلازم أن مدرب المنتخب الأندونيسي ونوفا أريانتو ما يستهلك طاقة اللاعبين. هنا محاولة والحارس طلعها بصعوبة، وهذا الرابع بدقيقة 21. أربعة منتخب إندونيسيا. حط لاعب إيفاندرا شوف بعدها حارس المرمى راحت إلى إيفاندرا فلوراستا يسجل هدفه الرابع. شوف لعبها هادية، والمشكلة مجموعة كبيرة من اللاعبين، الكثرة العددية حقيقة، لكن نشاط مشتت للاعبين منتخب جزر ماريانا الشمالية. لذلك كرة القدم لا تقتصر على المجهود البدني والتكتيكي، ولا كان يبنى لاعبين ألعاب القوة قال لهم لعبوا كرة القدم، لكن لا، كرة ملعوبة توصل الخامس في الطريق 4-0. كرة القدم لعبة تستخدم الذكاء، مش الذكاء الصناعي، لا، الذكاء الطبيعي الإنساني بأفضل أشكاله. لذلك شوف لاعبين منتخب الأندونيسي شو يلعبوا بالتكتيك، وهذا الخامس وراحت في الجول. الخامس خلاص، السبحة انفتحت، نقول اللهجة الكويتية سبحة يعني فتحت. بالتالي راح تشوف الآن أهداف ورا بعض. لاحظ اللاعب رقم 7 الحقيقة زهاب يقول يتخلى عن تسجيل الأهداف وتبنى الصناعة الآن للاعب رقم 17 اللي هو كومان جيل سجل الهدف الخامس. شوف الخطأ بالتشتيت، يعني حتى التشتيت لازم يكون بشكل متقن. 5-0 مثل ما قلنا خلاص، منتخب
جزر ماريانا، إذا تسجل فيه هدف وهدفين وثلاثة تشوف أن الأهداف راح تدخل وتنهمر عليه بشكل انسيابي، وكان يعني نقول موعود. هذا محاولة، حارس المرمى يفشل في التصدي المرة الأولى، والهدف السادس، الهدف السادس للمنتخب الإندونيسي بنفس الدقيقة 23، ما خلصنا منها يسجل المدافع المتقدم ألفريدو الهدف السادس. قلنا خلاص من يدخل هدف اثنين وثلاثة يبدأ المنتخب الجزر ماريانا خلاص تفلت المباراة منه. وحاول بالبداية أن يسكر، حاول أن يمنع، اجتهد، ولكن أعتقد أن طاقته واجتهاده انهار بالدقائق اللي مضت، وانهيار دفاعي، انهيار على مستوى المنظومة بشكل كامل. لذلك راح نشوف أهداف المنتخب الإندونيسي يريد أن يوجه رسالة للأستراليين أن أنتم مو أحسن منا، سجلتوا 17-0، إحنا بنسجل اليوم أكثر من 19 الأستراليين مو 19 والله عاد صعب أنك تسجل 19 اليوم. منتخب الإندونيسي بيحاولون يعني يكون منتخب جزر ماريانا للمراسلات، فقط مراسلات، رسالة من منتخب أستراليا نفذنا على جزر ماريانا 19-0، يلا يا الإندونيسيين فوزوا مثل ما فزنا. الإندونيسيين يحاولون يردون على الرسالة الأسترالية بالفوز على الأقل 19-0. نشوف، نتابع، وهذا المحاولة، ولكن الكرة إلى يد حارس المرمى إدواردو أريولا حارس المرمى. شوف وزنه ثقيل في المباراة أو في البطولة الماضية قبل شهر تحت 20 سنة، حارس مرمى جزر ماريانا يتبدل كل مباراة، مرة دفاع مرة حارس، فكان يلعبون مداورة. احنا كنا نشوف المداورة ما بين حراس المرمى، لكن المداورة ما بين الدفاع وحارس المرمى، مرة يصير مدافع مرة يصير حارس مرمى مرة، فالعملية كانت موجودة في تحت 17 منتخب جزر ماريانا الشمالية. الدولة مثل ما قلنا دولة هي خاضعة للسيادة الأمريكية، لذلك كل اللاعبين بيكون جواز أمريكي. هنا محاولة توصل لكنها تبقى رياضيا هي مستقلة تابعة للاتحاد الآسيوي، وضعيتها صعبة جدا. وأتساءل يعني أنا ليش الاتحاد الآسيوي يضع جزر ماريانا في مواجهة منتخبات محسوم نتيجتها؟ ليش ما يلعبون تصفيات بروحهم مع فرق أقل مستوى، يتكلم عن مثلا أفغانستان، سريلانكا، يعملون تصفيات يشوف الأحسن منهم يشارك حتى ما تنكسر، يعني حرام. هاي اللاعبين صغار يبون لهم طموح، لهم أمنيات، فالنظام هذا يكسر في مجاديفهم، في رغباتهم، في حبهم، في شغبهم، لما يخسرون بيقول 19-0، شوف 10-0. لذلك نظام التصفيات لازم يكون أكثر نقول عدالة، وأكثر نقول جبر للخواطر، أنك تدخل مع كل احترام وراح أشبه لكم، يعني هو مجرد تشبيه، أن تحط الفيل يواجه مثلا نملة وتقول يعني خليه يستفيد، فهذا صعب. منتخب ما زال لازم أنه يواجه منتخبات على الأقل تكون مقاربة له، مثل ما ذكر منتخبات تلعب بتصفيات قبل أن تلعب بتواجه أستراليا، لأن منتخبات كبيرة إن كان في الفئات العمرية أو غيرها. لذلك النظام ربما أنا برأيي يبقى نعم غير عادل. كرة بتتنفذ منتخب إندونيسيا 27 دقيقة، الهدف السابع أعتقد فقط مجرد وقت للمنتخب الإندونيسي. هنا محاولة وداخل منطقة الجزاء، يحاول زيدان، دافع
زيدان يرجع المنتخب الاندونيسي مره ثانيه بيحولها الى بوتو بانشي. بانشي ينقلها برا المنطقه. الشوط الاول ووصلنا لدقيقه 28 تحضير برا منطقه الجزاء. ما زال المنتخب الاندونيسي يحاول السابع لكن الكره راحت تركها الحارس ادوارد اريولا تمر بسلام. قبل انطلاق هذه المجموعه يعني الكل يدري ان المنافسه مقتصره ما بين استراليا واندونيسيا والكويت على المركز الاول. الكل يعني ما في احد ما يدري، حتى الجزر ماريانا الشماليه عارفين كل منتخب راح يلعب ضد خصومه، وايضا ربما عامل ارهاق راح يلعب دور. اعتقد الاندونيسيين احسن منتخب في هذه المجموعه، القرعه خدمتهم، يلعبون مباراه قويه مع منتخب الكويت، يريحون مع جزر ماريانا اللعبه الجايه امام استراليا. لكن المنتخب الكويتي القرعه ما ساندته، لعب مع منتخب قوي منتخب اندونيسيا، ولعبه اليوم امام منتخب استرالي، واللعبه الاخيره هي لتحصيل حاصل امام منتخب جزر ماريانا. اعتقد كان لو تكون بالنص مثل الاندونيسيين تكون افضل. المحاولة للمنتخب الاندونيسي منتخب الاسترالي بدأ البطولة براحة، نقدر نقول بدأ البطولة في راحة عندما واجه جزر ماريانا. اول محطة لكن تعتبر راحة، فاز عليه 19-0 لاعب منتخب جزر ماريانا الظاهر امامنا اللي هو جاسبون. ثبتها حارس المرمى ادوارد اريولا. طبعا لما نشوف ونقرا هذا خطا حتى بالتسديد، والسابع ممكن ياتي وتسديد انما ضربه ركنيه تسديده من طاهر محمد طاهر، كان يبي ثنائيه ولكن طلعها الحارس، طار لها الحارس. شوف التسديده خطا، وين لعبها بالخطا المدافع ومر من اثنين وشات، انما حارس المرمى بيطير لها ويطلعها الحقيقه الى ضربه ركنيه يعني شوف لما يعني اي واحد يعني يعرف شيء بسيط عن كره القدم يشوف المجموعات الثانية يشوف العجب. يعني مجموعة تضم أفغانستان، كمبوديا، بنغلاديش، مكاو، الفلبين، يعني مجموعة متواضعة، لذلك فرق كلها متواضعة، ويطلع منها فريق يتأهل مباشرة إلى كأس آسيا في السعودية. يعني أعتقد كان ينبغي أن واحد يقول شلون تعتمد على القرعة، لا اعتمد على الأقل على النتائج في السنوات الماضيه لنفس الفئه العمريه، اذا ما تبي تعتمد على الفئات الكبار. وان كان الحقيقه انا اشوف ان المنتخبات الكبيره لها تشابه مع المنتخبات الصغيره، يعني نتكلم عن منتخب استراليا، منتخب الاسترالي الاول قوي، اذا نشوف منتخب الفئات العمريه ايضا قوي. فاذا ما عندك معيار حقيقي تاخذ عليه اعتمد على الكبار، ما فيها شيء. تحط لي مجموعه فيها اسامي مع كل احترام لها، طبعا نتكلم عن كرة قدم ليس إلا أفغانستان، كمبوديا، فلبين، بنغلاديش، مكاو، مجموعة واحدة وتطلع منها منتخب واحد. يعني لو داش معها منتخب الكويت مثلا راح يكون لموطأ قدم في الوصول للنهائي، لكن تحط الكويت وأستراليا وتحط معهم اندونيسيا ايضا فريق مرشح ولاعبينه بعضهم يعني ينحدرون من جذور أوروبية ومجنسين، فبالتالي الأمر يكون ما في عدالة. كذلك أنك تحط منتخب مثل جزر ماريانا في هذه المجموعة، أعتقد أنك يعني ظلمت كثير حقيقة. تتحول الكرة عموما إلى منتخب إندونيسيا، نلعب بالدقيقة 32، المنتخب الإندونيسي يبحث عن سابع الأهداف، والمنتخب جزر ماريانا يبحث عن الستر في هذه المباراة، يبحث عن الستر، ستر من الأهداف الغزيرة. الكرة بتوصل إلى إيفاندرا فلوروستا، بيحاول فيها بيمر الكرة في المنتصف لكن ما تمر
ما تمر الكرة ما زالت يلعبها، إنما التبريرة بالخطأ توصل عن موشي سيكل وتطلع إلى ركلة مر، إلى ركلة مر، ركلة مر، ركلة مر. يعني شوف المجموعات الثانية، في مجموعة قوية، شوف تضم الأردن، إيران، سوريا، كوريا الشمالية، هونغ كونغ، يعني أسامي كبيرة بمقابل أفغانستان، كمبوديا، فلبين، بنغلاديش، مكاو، مجموعة ثانية. فالمفروض أن يكون فيها ميكس، ميكس يعني كل مجموعة يكون فيها على الأقل منتخبين أقوياء، منتخبات أقل. أيضا تشوف يعني نتيجة الاختيارات هذه، لما تشوف يعني احنا صعب ان نتابع كل المباريات، لكن لغة الارقام اللي ما تعرف اللف ولا الدوران، نشوف نتائج خيالية في هذه البطولة نتيجة الترتيب العشوائي اللي قاعد تشوفونه والمجموعة. يعني شوف مباراة تنتهي 33-0، والله هذه نتيجة مع كل احترام كرة القدم فيها 33-0. في مباراة انتهت فاز طاجكستان على قوام 33-0، هذه وين المتعة في المباراة؟ وين تستمتع في المباراة وانتهت 33-0؟ استراليا فاز على ماريانا الشمالية 19-0، الهند فاز على منتخب بروناي 13-0، كوريا الجنوبية فاز على جزر المالديف 13-0. نتائج طبعا أنا ما أبي أقول نتائج الثمانية والسبعة، لا هذه حدث ولا حرج، وايد موجودة النتائج بالثمانية والسبعة، يعني عادية هذه في بطولات. السبب الرئيسي لأن القرعة، أنك تعمل قرعة عشوائية وتحط فرق ضعيفة مع بعض فرق قوية، فيكون هذا الشيء أثر على الفرق الصغيرة وأيضا يأثر حتى على الفرق الكبيرة، لما راح تتطور أو ما راح تستفيد. كرة ملعوبة الآن، هذه محاولة للثامن، للسابع عفوا، للسابع، ولكن حارس المرمى إدوارد أوريولا، إدوارد أوريولا بيصد الكرة وبيحصل عليها بشكل جيد. وصلنا إلى الدقيقة 35 أيها الأحبة، أيها المتابعين في كل مكان عبر قناة الكويت الرياضية، والنتيجة 6-0 ما بين منتخب جزر ماريانا الشمالية وأيضا إندونيسيا المتقدم بستة أهداف ورايح للسابع، رايح للسابع، بيحاول فيها داخل المنطقة يلعبها، نما ضربة ركنية، تلمس وتطلع إلى برا ملعب، ضربة ركنية، الضربة ركنية للمنتخب الإندونيسي على يسار أو يمين منتخب حارس المرمى إدوارد أوريولا. منتخب جزر ماريانا الشمالية هل يطلع بستة صفر؟ مش يطلع، والفرصة السابعة، لكن تطلع كورنر مرة ثانية، المرة الثانية ضربة ركنية لمنتخب جزر ماريانا، عفوا منتخب إندونيسيا على جزر ماريانا، المرة الثانية فيها جول، راح نشوف، راح نتابع الضربة الركنية عالية ورايحة والله للجول، الثالثة ثابتة عن حارس المرمى طلعها وهي في طريقها للجول. على فكرة لافها من الضربة الركنية وحاول يلفها بشكل حرف الواو، لكن حارس المرمى كان صاحي طلعها كورنر، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة يقولون، راح نشوف الثالثة تنحط لكنها ضاعت، وإلى الركلة الثابتة لجزر ماريانا الشمالية. جزر ماريانا الشمالية محاولة كانت من اللاعب رقم 17 اللي هو كومانج جيل جيل، كومانج جيل جيل يسجل الهدف الخامس بالدقيقة 23. كومانج ثبتها حارس المرمى إدوارد أوريولا، كرة عالية ترجع إلى بانشي، بانشي بسلم الكرة إلى الأمام ناحية اليمين منتخب إندونيسيا، إنما كرة مقطوعة، جزر ماريانا لباس الأزرق، محاولة لكن مقطوعة بشكل، إنما فاول، فاول، فاول المنتخب جزر ماريانا الشمالية حسب قرار حكم المباراة الأردني، حكم مباراة الأردني محمود السوالمة
اللي استلم الشارة الدولية في عام 2018 مثل المساعد الأول الأردني حمزة أبو عبيد، المساعد الثاني اللي هو السوري خضر حمامة، هذا دولي جديد في 2024 استلم الشارة الدولية، والحكم الرابع السعودي خالد الأحمري. في اللعب الكرة الثابتة، تتنفذ الكرة الثابتة والكرة ما تعدي، توصل إلى الطرف الأيمن، محاولة على الجهة اليمنى لمنتخب إندونيسيا، كرة عالية وعرضية بتطلع إلى برا الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى آخر 6 دقائق على نهاية أحداث شوط المباراة. هذا مدرب المنتخب الإندونيسي أريانتو 44 سنة، اللي يشغل كذلك إلى جانب عمله كمدرب لتحت 17 هو مساعد مدرب لمنتخب الشباب والأولمبي وكذلك الأول في إندونيسيا، لذلك هدفه الرئيسي باستلام زمام الأمور ترقية بعض اللاعبين ليلعبون لمنتخب الشباب أو الأولمبي أو حتى الأول، لذلك هو خير من يرقي أو يصعد اللاعبين الإندونيسيين، لأنه مشرف على الفئة العمرية، ودائما اللاعبين اللي أشرف عليهم وهم صغار بيحبونه وهم كبار بيتذكرونه لما يكون مدربهم الفئات الفئة العامة الكبيرة، خاصة أنه هو لاعب دولي في منتخب إندونيسيا سابقا 12 مباراة دولية. الضربة الحرة للمنتخب الإندونيسي اللي يريد أن يسبع النتيجة قبل أن يروح إلى غرفة تبديل الملابس في نادي اليرموك في نهاية أحداث الشوط الأول. الضربة الحرة رقابة من منتخب جزء ماريانا، لكن غير الخطة ولعبها خدع لاعبي منتخب جزر ماريانا ولعبها في اللاعب المتروك من الرقابة، ولكن تنفيذ خاطئ، فكرة راقية، ولكن اللاعب زهابي جولي صاحب ثنائية ضيع الفرصة الماضية. كثيرة هي الفرص الحلوة والأفكار الحلوة التكتيكية في كرة القدم، ولكن الفينيشينج مهم مهم. تشوف فريق قاعد يقدم خطط وأفكار تكتيكية تبتعك وتضربك في كرة القدم، تقول أخ حسافة والله لو داشة في الجول ومكملها الحلو ما يكمل. فلما تشوف كثير من اللاعبات منتخب الفرنسي فكرتها حلوة لكن ما تكتمل، ربما السبب أنه ضامن الفوز في ارتخاء، نعم في ارتخاء من اللاعبين الإندونيسيين في هذا اللقاء. هم فايزين 6 لكن أيضا ما مشاهدين، يعني عارفين أن النتيجة بالنسبة لهم تحصيل حاصل. منتخب جزر ماريانا راح تمحى نتائج الفرق اللي يواجهها، لأن صاحب المركز الأخير بيكون. الكرة بتنقل إلى منتخب إندونيسيا، إندونيسيا للسابع، شكلها بيسبعونها قبل لا يروحون، للراحة ما بين الشوطين. راح نشوف طبعا المباراة هذه مو مثل المباراة قبل شهر في استراحة لشرب الماء. هنا محاولة سبعها المنتخب الإندونيسي، سبعها مثل ما توقعت، ويسجل الثنائية هذا اللاعب، نعم ثنائية اللي هو كومانك، سجل الخامس وسجل السابع. الآن شوف المدافع يقدم هدية، اللي هو جاوسمون. شوف وين لعبها، صلحها كأنه لاعب مهاجم بهين، حضرها على أعلى مستوى اللي هو جاسون تاغا باول. 7-0. أمامكم في عندنا 7 أهداف، من 2 من اللاعبين سجلوا ثنائية، واللاعب اللي سجل هدف هو ألفريدو ودافع، أو ألفريدو سجل هدف، وإيفاندرا رقم 6 سجل هدف.
هل يسجلون الثامن؟ الثامن منتخب اندونيسيا باقي دقيقتين، طبعا هم يقدرون بدقيقتين يسجلون هدفين وعملوها دقيقة واحدة، سجلوا بداية الدقيقة هدف ونهاية الدقيقة هدف. هنا محاولة دقيقة 23 سجلوا فيها جولين، بداية الدقيقة 23 جول ومع نهايتها قبل تخلص سجلوا الهدف الثاني. محاولة الآن منتخب اندونيسيا للهدف الثامن. محاولة منتخب اندونيسيا يلعبها ناحية اليسار للاعب الاندونيسي الفريدو الثامن. شالها يوكل نيولان كابتن الفريق. هذا رقم 12 كابتن رقم 3. رقم 12 هذا لاعب منتخب اندونيسيا اللي طلعها الكابتن. كابتن طلعها ضربة ركنية راح تتنفذ عن طريق زهابي جولي. زهابي بيلعبها، وأيضا الأخطاء الدفاعية كبيرة الحقيقة، أخطاء المدافعين هني بس يبون لاعب يقعد لهم قاعدة أخ، لأن إذا تبي فريق يقدم لك هدايا اليوم في هذه المباراة في هدايا كثيرة، هدايا سحب مثل ما توقع، قاعد في منطقة 18 وانطر حظك من أي تأتيك الكرة، من أي جهة تأتيك، حارس المرمى، من دفاع، لاعب بشتة تأتيك بصدفة، توقع الغير متوقع، تمركز بشكل جيد مع الهجمة ونصيبك به. هذه يعني قاعدة المهاجمين في هذا اللقاء، لأن الإشكالية الواضحة من المدافعين نفسهم مقدرين يبعدون، مقدرين يمررون بشكل الجيد، لذلك معظم الأهداف كانت عبارة عن هدايا لجزر ماريانا الشمالية لمنتخب اندونيسيا. هذه الهدايا يتمنونها فرق كبيرة، فالنتي ما تطلع صعبة، صعبة تطلع كرة ملعوبة. شوف الكرة، لاحظ أيضا تسديدة ولكنها إلى برا الملعب. حكم اللقاء حسب دقيقة واحدة وقت بديل، ما في يعني وقت ضايع، ما في إصابات. كان في محاولة للاعب إيفاندرا اللي سجل هدف، حارس مرمى بيثبت الكرة. 7-0 الشوط الأول يبدو لي راح ينتهي بهذا الرقم بسبعة أهداف، وراح نشوف إذا شوط المباراة الثاني هل راح يكون مثلهم وإلا المنتخب الإندونيسي يستخدم الرأفة. ها هي النغمة الختامية تنطلق أيها الأحبة من الأردني محمود السوالمة. 7-0 لمنتخب إندونيسيا جزر ماريانا الشمالية. لا شيء لنا عودة في أحداث شوط المباراة الثاني، إلى ذلك الموعد أترككم بحفظ الله ورعايته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المتابعين المشاهدين في كل مكان عبر الرياضية الكويتية، نتواصل معكم وأحداث شوط المباراة الثاني ما بين المنتخب الإندونيسي ومنتخب جزر ماريانا الشمالية. منتخب الإندونيسي حسم الشوط الأول بسبعة أهداف نظيفة من خلال أكثر من لاعب. لاعب سجل الأهداف عندنا محمد زهابي جولي، سجل هدفين، الهدف الأول والثاني. الهدف الثالث سجله محمد طاهر. الهدف الخامس، هنا محاولة، الخامس والسابع سجل لاعب كومانج جيل، واللاعب اللي سجل الهدف الرابع اللي هو إيفاندرا، واللاعب سجل السادس الهدف السادس ألفريدو. ضربة ركنية لمصلحة المنتخب الإندونيسي، الضربة الركنية تتنفذ عند القائم القريب، إبعاد إندونيسيا يحاولون للثامن بالرأس، والثامن يضيع، الثامن يضيع على منتخب إندونيسيا وتروح إلى برا الملعب. هي ركلة مرمى لمنتخب جزر ماريانا.
محاولة كانت من اللاعب الإندونيسي اللي ظاهر أمامنا اللي هو تريستان إبراهيم. المجموعات الثانية طبعا غير متوازنة تكلمنا عنها، بطولة كاس آسيا اللي تحت 17 سنة، هذه البطولة الفئات العمرية الاتحاد المنظم لها. طبعا حصلت تبديلات راح نتكلم عنها في حينها. الاتحاد الآسيوي خلال السنين اللي طافت وخلال إنشاء هذه البطولة واستحداثها مر في عدة تغييرات. كاس آسيا تحت 17 سنة انطلقت أول مرة في عام 1985، في أول 10 بطولات الحضور العربي كان قوي في المباريات النهائية، أول 8 مباريات نهائية شهدت تواجد منتخب عربي واحد على الأقل في الفاينل. في عام 1985 نهائي عربي ما بين السعودية وقطر، فاز الأخضر بركلات ترجيح 4-3 بعد التعادل 0-0. في فاينل 1986 فاز المنتخب الكوري الجنوبي على قطر بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 0-0. في عام 1988 فاز الأخضر السعودي على البحرين بالنهائي 2-0. في 1990 منتخب قطر شال الكاس بفوز 2-0 على شقيقه الإماراتي، هنا محاولة للثامن. في نسخة 1992 المنتخب الصيني فاز في البطولة على حساب قطر بعد ما فاز بركلات ترجيح 8-7، انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين. المنتخب العماني كان له موعد مع الكاس عندما شاله في عام 1996 على حساب تايلاند بفوزه بهدف. في عام 1998 المنتخب القطري تحت 17 سنة خسر الفاينل مرة ثانية 3-2 من تايلاند بعد التعادل بهدف. المنتخب العماني حقق البطولة في عام 2000 بفوزه على إيران بهدف. في عام 2002 المنتخب اليمني خسر الفاينل من كوريا الجنوبية 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف. بعد سنة 2002 تراجع منتخب والمنتخبات العربية في تحت 17 سنة، غابت على النهائي ولم يتواجد أي منتخب عربي في فاينل في 6 بطولات فاينل وراء بعض، حتى جاء المنتخب العربي العراقي في عام 2016 محاولة للسابع في راية في تسلل، حتى توج المنتخب العراقي في عام 2016 بعد 6 سنوات عجاف للفرق العربية. فاز العراق على إيران بركلات الترجيح 4-3، بينما في آخر بطولتين العرب غابوا عن هذه البطولة وفاز فيها منتخب الساموراي الياباني على التوالي. أكثر منتخب حقق البطولة هذه تحت 17 سنة منتخب اليابان 4 تتويجات، بينما قطر أكثر منتخب لعب فاينل، لعب 6 فاينلات لكنه شال الكاس مرة يتيمة، مرة واحدة. سيء الحظ في مباراة الفاينل المنتخب العنابي الصغير لبطولات تحت 17 سنة. رمية جانبية منتخب جزر ماريانا الشمالية، طبعا جزر ماريانا أي هدف يسجله بالنسبة لهم إنجاز، أي هدف يسجل لو بالغلط يعتبر إنجاز لأن ما سجل أي هدف، ومنتخب يعني متوقع أن يجد صعوبة ومشقة في الوصول إلى شباك خصومه نتيجة غياب المقومات اللي تسبب الانتصارات وتسبب تسجيل الأهداف. لما نقول مقومات هي الأسس اللي يرتكز عليها أي فريق يرقب في التسجيل، وهي الدفاع القوي، الوسط اللي قادر على إرسال كرات إلى مهاجمين غايب، إلى مهاجمين أيضا يعرفون طريق المرمى أيضا يعني غايب، وإن كان الاختبارات لم تحصل. هذا كابتنهم، كابتن جزر ماريانا الشمالية رقم 3 اللي هو نيولان جوكل، ما سنحت لهم فرصة حقيقية حتى نقول إن المهاجم ناجح أو لم ينجح، لكن
دينامو في وسط الملعب ما اشتغل، وبالتالي الصعوبة واضحة. وأعتقد أن المباراة مرشحة للمزيد من الأهداف للمنتخب الإندونيسي. هذه هجمة عكسية، لكن هذا اللي كنا نتكلم عنه، غياب كامل لخط الوسط لجزر ماريانا الشمالية. ما في لاعبين وسط يقدر يعتمد عليهم أو قادرين إرسال كرات إلى المهاجمين، وحتى يصلوا للمهاجمين ما أعتقد هناك مهاجم لديه القدرة على تجاوز لاعب واحد من لاعبي فريق المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي المنتخب اللي حقيقة متطور، يعني ما يعتبر منتخبات يعني ضعيفة، لكن هو منتخب يعني متطور. نتكلم عن لغة الأرقام، الإندونيسيين على فكرة الشعب يحب كرة القدم، يعشق كرة القدم. الحضور الجماهيري في الدوري الإندونيسي 7,000 تقريبا لكل مباراة، في مباريات تشوف فيها 60,000 متفرج في الدوري الأرجنتيني، عفوا الإندونيسي في الدوري. فلذلك هناك شغف، هناك حب كبير لكرة القدم الإندونيسية. هنا محاولة، وطبعا لما نتكلم عن شغف نتكلم عن حب، معناته دافع حقيقي للإنجاز. بينما في جزر ماريانا هنا محاولة توصل بحث عن ركلة جزاء، ما فيها شيء. الحكم الأردني السوالمة يقول قوم لا تمثل، ما تحتاج للتمثيل ولا يحتاج بطاقة صفراء للتمثيل. هنا محاولة، يعني على خلاف منتخب جزر ماريانا، مع كرة القدم ما مو لعبة شعبية عندهم، عندهم البيسبول نفس أمريكا، متأثرين طبعا الثقافة الأمريكية مأثرة عليهم نتيجة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك الثقافة موجودة. هي دولة بحرية يعتمدون على صيد السمك، على الشواطئ، على الجزر. هنا محاولة اللعب توصل إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية. الإندونيسيين يحبون اللعبات الأرضية، معظم تسديداتهم على الحارس أرضي، تسديدات أرضية، والحارس يتقن إدوارد ريولا واجباته في إبعاد الكرة الأرضية إلى ضربة ركنية. حكم المباراة الأردني محمد أو محمود السوالمة يكلم اللاعب الإندونيسي، يكلم اللاعب الإندونيسي. منتخب إندونيسيا تكلمنا أنه منتخب متطور، كان على الفئات العمرية أو حتى المنتخب الأول. منتخب إندونيسيا حقق نتائج ملفتة للنظر على مستوى تصفيات كأس العالم للكبار، حقيقة تعادلات وزنها من ذهب أمام المنتخب السعودي. كذلك المنتخب الإندونيسي يستفيد كثير من اللاعبين الهولنديين أصحاب الأصل الإندونيسي، يحضرون من جذور إندونيسية، أيضا يرسلهم حتى للفئات العمرية. هنا محاولة كرة عرضية، منتخب الإندونيسي الزيارة الثامنة، متى تزور تسديدة لكنها إلى برة الملعب. إلى خارج الملعب. منتخب إندونيسيا تحت 17 سنة نظم كأس العالم النسخة الماضية في نوفمبر الماضي، وخرج منتخب إندونيسيا من دور المجموعات بنقطتين. منتخب إندونيسيا استضاف كأس العالم لفئة 17 سنة، لهذه الفئة تعادل مع الإكوادور وبنما، وخسر من منتخب المغرب بالجولة الأخيرة. وبالتالي تشوف أن المنتخب الأردني وأيضا القادة الرياضيين في الإندونيسي المنتخب الإندونيسي والقادة الإندونيسيين قاعدين على خريطة النجاح والتطور للكرة الإندونيسية بشكل ناجح. نظموا كأس العالم للفئات العمرية في 17 سنة، وأيضا يقدمون مستويات جيدة. هنا محاولة للثامن، استعراض في هذه المنطقة الإندونيسيين، لكن في نقول تهاون وعدم جدية في ثلث الهجومي للمنتخب الإندونيسي. مطلوب جدية أكثر، تركيز، الرغبة في زيادة الغلة، مثل ما قلنا
ان هذه المباراه وان كانت سهله لكن ربما تكون مباراه الرسائل الموجهه للخصم، الرسائل الموجهه للخصم ومن هو الخصم القادم للاندونيسيين؟ استراليا. الرساله الاستراليه الى اندونيسيا فحواها فزنا عليهم 19-0، فهل يقدر انه يفوز مثلا 20-0؟ وهني يرهب الاستراليين ان احنا قادمين للحق الهزيمه فيكم مثلا، تفزوا 19 احنا فزنا 20. طبعا التصفيات هذه ممكن تشوف فيها ارقام فلكيه مثل ما صار على منتخب قوام اللي خسر 33-0 من طاجكستان. طاجكستان فاز 33-0، 33-0 حارس المرمى مهمته جلب الكرة من الشبك ربما هي المهمة الأكثر وضوحا في المباراة وأكثر فاعلية أكثر مشاهدة. 33 مرة كرة اللعب يعني بمعدل تقريبا دقيقة جول ودقيقة لا ودقيقة ونص هدف دقيقة ما فيها هدف. هذه النتيجة. هنا محاولة لمنتخب اندونيسيا التسديد عن بعد للاعب دافا زيدان ويزيد الهدف الثامن الآن للثامن رايحين منتخب الاندونيسي. طولها في الشوط الثاني تأخر لكن الهدف الثامن إذا يه أعتقد راح تي وراء التاسع والعاشر يعني مثل ما صار بالشوط الأول. تأخر المنتخب الإنجليزي في التسجيل نوعا ما لكن الأهداف انهمرت والسبحة افتلت. هنا محاولة توصل لمنتخب جزر ماريانا. المنتخب الإندونيسي تحضير داخل المنطقة محاولة ضغط تهيئة كرة برا منطقة 18. منتخب الإندونيسي أيضا تبريرة حلوة عرضية لكن تصطدم لعبة دافا زيدان ياخذ فيها ضربة ركنية. دافا زيدان المدافع اللي يتقدم ناحية اليمين ضربة ركنية. شوف تحضير لاعبي منتخب الاندونيسي مشاركة لاعبي ماريانا في وضعية صعبة. الحارس هو بطل الجانب الدفاعي. هنا محاولة بشوت انما بر 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 غير موفق حتى الان المنتخب الاندونيسي. نتكلم عن دقيقة 60 ربع ساعة من الشوط الثاني ما سجل هدف منتخب اندونيسيا. 7-0 هي نتيجة الشوط الأول. الشوط الثاني ما في أي هدف. طبعا جزر ماريانا الشمالية وكرة القدم واحد يسألني كلمنا عن منتخب جزر ماريانا الشمالية عن كرة القدم في جزر ماريانا الشمالية أكثر. منتخب جزر ماريانا الشمالية في مرحلة نسميها مرحلة التأسيس. حتى الآن ما تأسس بمعنى تأسيس وحتى انضمامه للاتحاد الدولي لم يأتي بعد، هو فقط آسيويا يلعب. تأسس اتحاده في عام 2005 وهذه تسديدة من النوادر انك تشوفها. نوادر انك تشوف حارس المرمى اللي هو دافا القاسمي يصد كرة لكن حصلت. تأسس الاتحاد جزر ماريانا الشمالية فعليا في عام 2005. متى انضم للاتحاد الآسيوي؟ في عام 2020 يعني من 2005 إلى 2020 15 سنة فقط محلي. هنا محاولة وتسديدة إنما إلى برا الملعب. 15 سنة فقط يلعب يعني محلي ما في عنده أي مشاركات دولية. تبديل المنتخب الإندونيسي يطلع يدخل المهاجم ميرزا فيرجاتو. مش
الشوط الثاني ميرزا ويطلع صاحب الثنائية كومان جيل يطلع رقم 17 هذا سجل هدفين الهدف الخامس والسابع حتى الآن منتخب جزر ماريانا والاتحاد جزر ماريانا مو عضو ليس عضو في الفيفا هو عايش على الدعم الآسيوي وبعض الاتحادات أيضا المحلية اللي تساعده مثل اليابان اليابانيين الحقيقة بيساعدونهم بإمدادهم في المدربين وبالذات هذه المدربة الآن اللي تدرب المنتخب تحت 17 وتحت أيضا 20 هنا محاولة للثامن ضاع الثامن هذه كرة ما تضيع عاد هذه الكرة ما تضيع أبدا ضيعها اللاعب الإندونيسي اللي هو فاندي أحمد وهذا اللاعب اللي نزل ميرزا فيرجاتولا فيرجاتولا هنا محاولة منتخب جزر ماريانا يعني لما نتكلم عن مقومات كرة القدم غير موجودة من المقومات أن يكون عندك ملعب عندك جمهور هي دولة بأكملها تضم 54 ألف نسمة أكبر ملعب هنا محاولة الثامن وين 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 تضيع هذه الكرة أكبر ملعب في جزر ماريانا الشمالية يسع لألفين متفرج انتهى الموضوع نقطة نهاية الصفر لما تكون ملعب بس يشيل ألفين هذا أكبر ملعب عندهم هذا مقياس طبعا لكثير من الأمور ملاعبهم صغيرة ملاعب مدارس يستعيرونها ويلعبون الدوري في جزر ماريانا الشمالية لذلك أرجع وأقول أن انضمامهم للاتحاد الآسيوي أمر جيد ولكن ما رحمهم الاتحاد الآسيوي في قرعة مثل هذا النوع فكان ينبغي أنهم يلعبون في مجموعة أفغانستان وبنغلاديش والفلبين ومكاو يعني على الأقل نقول يقايشون شوية نوعا ما ممكن يطلع منهم شيء يعني يتطورون وإن كانت كل الفرق هذه اللي ذكرناها أقوى منهم لكن اللعب أمام أستراليا والكويت وأيضا إندونيسيا تغدي يفوق الكثير من مستواهم كرة اللعب لمنتخب إندونيسيا بيلعبها ناحية اليسار بمور وبتطلع إلى ضربة ركنية ضربة ركنية منتخب جزر ماريانا أفضل في الشوط الثاني عما كان عليه في الشوط الأول وسبب الأفضلية هو الصمود طوال الشوط الثاني صمود شباكة صمود مدافعين أمام كل الخطط الهجومية الإندونيسية ومنع من الزيارة الثامنة للأهداف في تبديل يطلع فاندي أحمد ويدخل لاعب رقم 15 لاعب اللي هو عزيزو ميلانيستا كرة اللعب وإلى بره الملعب دقيقة 56 دخول عزيزو ميلانيستا أيضا جزر ماريانا يحضرون لمشاركة لاعب رقم 13 اللي هو بنتينو بيشترك لاعب رقم 21 اللي هو جون بيتر ايضا بيشترك راح نشوف من اللي راح يترك ارض الملعب لاعب رقم 15 هذا هو دخل بنتينو هارد يطلع طاهر شاكر
ابدا ما شفنا لمس الكره نهائيا طاهر شاكر، ولا ذكرنا اسمه لا الشوط الاول ولا حتى الشوط الثاني، يعني 66 دقيقه ما شفنا له اي فاعليه طاهر شاكر. فالمدربه اليابانيه اللي هي سوزوكي كونومي محقه في اخراج لاعب ما لمس الكره طوال المباراه تقريبا. كره عاليه بالراس تتنفذ للمنتخب اندونيسيا، تشتيت الى برا الملعب الى ربيه تماس، رميه جانبيه طبعا هي مواجهه سهله حتى للمدربين، المدربه اليابانيه كونومي سوزوكي، مدربه جزر ماريانا الشماليه اللي متعوده على زيارة الكويت للمرة الثانية بعد شهر واحد، كانت موجودة في الكويت راحت ورجعت مرة ثانية، كانت مع منتخب جزر ماريانا تحت 20 سنة واليوم تحت 17 سنة. خسرت طبعا نتائج كبيرة، خسرت 6-0 من الكويت وخسرت 13-0 من الإمارات و10-0 من كوريا الجنوبية هذه المدربة، و8-0 خسرت من لبنان، وخسرت أيضا في هذه المرة 19-0 من أستراليا، وحتى الآن 7-0 من أندونيسيا اللي أعتقد أن يستخدمون الرأفة نوعا ما في هذه المباراة. محاولة إرسال الكرة الأمامية ولكن بيبعدها اللي هو كاماتشو إلى برا ملعب، ضربة ركنية، تنفذ الضربة ركنية للمنتخب الأندونيسي. المنتخب الاندونيسي محاره في محاوله لزياره الثامنه قربت، والثامنه قربت، وجول جول جول، كلهم رايحين يبون الكره، جول بيحطها اللاعب اللي هو ايدا باغوس، اللاعب راح اتاكد رقم 13 اذا اللي حطها 13 شوف او رقم 3 اي باغوس اللي حطها، ايدا باغوس رقم 3 يسجل الرقم 3 اللي هو باغوس الهدف الثامن للمنتخب الاندونيسي. 8-0 ايدا باغوس يسجل ثامن الاهداف، تصبح نتيجه 8 لا شيء. كره بتتمرر على الجهه اليمنى، منتخب جزر ماريانا الشمالية بيحول الكرة إلى اليسار، رايحين الأندونيسيين مثل ما قلنا يبون يدزون رسالة لأستراليا بنفوز عليهم مثل ما فزتوا على الأقل 19 نعطيهم 19. هنا محاولة داخل المنطقة، الأهداف ترى مو مهمة أيها الأحبة المتابعين، واحد يقول لا يبون يسجلون أهداف، لا مو مهمة خلاص، منتخب دخل عليه بقوة، في فاول على لاعب جان سيويوم. الأهداف مو مهمة، هي لو مهمة راح نشوف يعني صراحة أرقام كبيرة. الأهداف مو مهمة ليش؟ متى تكون مهمة؟ لما يكون فريق منافس، يعني فوز مثلا إندونيسيا على مثلا الكويت بهدف هذا يعني صيد ذهبي لصاحب الأرض، فلو بسجل أكثر من هدف مثلا راح يهم، لكن أمام فريق راح تنسحب أو تلغك نتائج ملغية. هنا محاولة للتاسع، فالفوز راح يكون معنوي، شو يضيعون فرص الحقيقة الأندونيسيين، يضيعون فرص كثيرة منتخب الحقيقة. المفروض أن عنده أهداف ما تقل عن 14-15 هدف، فريق يضيع فرص ويتسارعون بتضييع الفرص، أمر عجيب غريب. شوف الكرات العرضية الفرص موجودة، الفرص هذه خلصها اللي قلنا عنها إيدا باغوس، خلصها دخل بالشوط الثاني إيدا باغوس، كرة يلعبها المنتخب الأندونيسي، سيطرة كاملة لكن الأهداف التاسع، حارس المرمى أوريولا يتدخل، أوريولا ويشيلها المدافع طلعها إلى برا الملعب.
إلى برا الملعب، إلى برا الملعب. طبعا قبل شهر كان في دقيقة 30 سوي بريك لشرب الماء، الحين ما في بريك، الجو بارد في الكويت، الجو حلو. يعني 30 خلاص ودعناه، درجة الحرارة ما توصل 30، أقل أقل توصل 19-20 في الأماكن الحدودية، مثل العبد اللي اليوم وصلت 13 درجة، وفي أيضا 19 في الصباح، وتتراوح ما بين 19-24 أو 25. جو جميل، جو رائع الحقيقة. هنا محاولة تاسع، يعني نقول جو قوية لكنها برا، جو كروي، جو يشجع على الأهداف. وين لعبتها؟ وين طلعتها؟ الأندونيسي قدام الجول، دانييل ألفريدو هذا السجل السابع. شوف الستة ياردة هذه، لا تضيع، لا تضيع كرة بالستة ياردة، أنت داخل ستة ياردة، يعني تتكلم عن ثلاث مترين قدامك الجول، مترين، ما لا يقتفر أبدا تضيع كرة مهاجم داخل ستة ياردة، خاصة أنه ما وراك ضغط، ما عليك ضغط. فهذا شفناه للمنتخب الأندونيسي في هذه المباراة، تضيع فرص سهلة داخل ستة ياردة. محاولات الآن ميلانيستا، ميلانيستا يلعبها ناحية اليمين، عرضية راحت للمدافع، راحت للجانب الثاني، وأيضا تشتيت إلى من عزيز وبيخلصها بالخطأ. سيوم تسديد خاطئ، بيلعبها على الطرف اليمين، شوف الأحمر، الأحمر الإندونيسي ماخذ الملعب طول وعرض، ماخذهم طول وعرض وسيطرة. والمنتخب جزر ماريانا الشمالية دوره الرئيسي في هذا الشوط تقليل نسبة الأهداف، تقليل نسبة الأهداف. ويبدو لي السيدة السيدة سوزوكي كونومي مدربة منتخب جزر ماريانا، يعني أكيد راح تقول حاولوا تقللون الأهداف لتدخل مرماكم، دافعوا، ما راح تقول مسجلوا. أعتقد أن التسجيل الأهداف ما أعتقد ضمن قاموسها حاليا، هي همها الدفاع، أن ما تستقبل أهداف كثيرة. الخسارة بهدفين مثلا يعد إنجاز في سجلها كمدربة يابانية مبعوثة من الاتحاد الياباني لترقية المنتخب جزر ماريانا، فبالتالي هي تبحث عن هزايم، نقول هزايم منطقية في كرة القدم، هزايم طبيعية، 1-0 2-0، هي تدور هذه الأرقام اللي غايبة من سجلات الاتحاد. الخسائر الاتحاد جزر ماريانا ما مرت عليها خسارة 1-2، هذه نادر انك تشوفها، يعني بالخمسة وطالع، بالستة وطالع. لذلك المهمة الآن أن تقلل من الأهداف. هنا محاولة جزر ماريانا وإبعاد إلى خارج الملعب، يعني الشوط الثاني الآن وآخر ربع ساعة ما دخل إلا هدف. أنا أعتقد تحسن واضح في أداء منتخب جزر ماريانا في الشوط الثاني، ما دخل مرماهم إلا جول، هذا تحسن. يعني لما نرجع ونفتح صفحات التاريخ ما بين منتخب إندونيسيا ومنتخب جزر ماريانا الشمالية في فئة تحت 17 سنة، أول مباراة تواجهوا مع بعض كانت في عام 2017، هذه أول لعبة، كانت في تصفيات نسخة 2018، فاز منتخب إندونيسيا 18-0 في أول مباراة، فاز 18. هذا طلعت، طلعها وشالها، شالها حارس المرمى بصعوبة إيرولا. في ثاني مباراة لعبوا مع بعض كانت في سبتمبر 2019، في كانت في تصفيات بطولة 20. على فكرة هذه البطولة ما كتب لها نجاح بسبب كورونا، لغوها، لكن قبل لا تلغى، هنا محاولة قبل أن تلغى، خسروا 15-1 في التصفيات، ولكن سجلوا جول، سجلوا جول على إندونيسيا وخسروا 15-1، وصلوا للمرمى بهدف. يعني
أنا أعتقد اللاعب اللي سجل هدف هذا يكون يعني مفخرة للكرة جزر ماريانا، وإن كانوا خسرانين 15، لأن ما تشوف لاعب يسجل أهداف في جزر ماريانا الشمالية، لذلك الوصول للهدف أمر يسعد أي لاعب في جزر ماريانا أن يسجل هدف. فخسارتهم 15-1 يهمك الواحد أكثر من 15، لأن في انطلاقة هجومية، في غفلة استغلها لاعب الإندونيسي. المدربة اليابانية تحاول يعني تأشر واضح من إشاراتها أن أمسك اللاعب الفلاني، حاول تروح صوب الناحية الفلانية. طبعا كرة القدم اليابانية كرة متطورة في القارة الصفراء، لذلك يحاولون يستغلون خبرة اليابانيين في مجال كرة القدم. محاولة لإندونيسيا للهدف التاسع، كنا قرب والله التاسع، كنا قرب كرة اللعب توصل وتنحط، إنما بشيلها الدفاع جزر ماريانا بيشتت. كرة بتلعب مرة ثانية، بيحاول فيها مرور ما بين اثنين، الكرة ما زالت بيهدي ويرجع اللعب الكرة للمنتخب إلى اللي هو أندي فيث. أندي يلعبها ناحية اليمين، التاسع يبدو لي قرب التاسع للمنتخب الإندونيسي. محاولة على الطرف الأيسر، ياخذ كورنر. 12 دقيقة على نهاية الوقت الرسمي من أحداث شوط المباراة الثاني، 8-0. تلعب الضربة ركنية وبالرأس، لكنها إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب جزر ماريانا الشمالية. إذن هذه ثاني مواجهة تاريخية تجمع المنتخبين في فئة تحت 17 سنة. الأولى فاز جزر ماريانا 18-0، والثانية فاز 15-1. كرة تتنفذ، وحتى الآن الفوز 8-0. طبعا هذا الفوز إذا استمر هو أكبر إنجاز لجزر ماريانا على في مواجهاته مع منتخب إندونيسيا، وهو لأنه يخسر 8. يعني تلاحظون أن الخسائر قاعدة تقل، خسر 18 بعدين خسر 15 والآن خسر 8 أمام المنتخب الإندونيسي. هنا محاولة هنا للمنتخب الإندونيسي يعكسها عرضية، يحاول لما تسديدة من ميرزا فيرجاتولا بيد إدواردو أريولا حارس المرمى. هو شال بعض الكرات الحقيقة، صدق إنه شوية بنيته وزنه ثقيل، لكن تشوف فيه رشاقة، يعني طار على أكثر من لعبة. دائما حارس المرمى يفترض إنه يكون عنده مرونة، عنده لياقة، لكن مرات القاعدة كلها شواذ، تشوف لاعب شوية نقول متين تبتب شوي، لكن عنده لياقة. هذا ما حصل مع هذا اللاعب إدواردو أريولا، طار لأكثر من كرة، وبالتالي اللياقة موجود، السرعة عنده موجودة نسبيا. طبعا هو أفضل عنصر في عناصر دفاع منتخب جزر ماريانا. ثبتها حارس المرمى موشي سيكل، راح ينفذ الكرة. موشي بيلعبها 10 دقائق على نهاية المباراة، 8-0. منتخب إندونيسيا للتاسع رايحين، محاولة اختراق، ياخذ ضربة ركنية. الضربة ركنية المنتخب الإندونيسي على يمين حارس المرمى إدوارد أوريولا. مدرب منتخب إندونيسيا نوفا أريانتو، وهو المسؤول المباشر عن قطاع الناشئين في منتخبات إندونيسيا، والمسؤول الأول عن ترقية اللاعبين من فئات العمرية للفئة الأعلى.
يبقى الأكثر تتويجا في هذه البطولة وفي هذه الفئة الساموراي الياباني، 4 بطولات، بعدها كوريا الجنوبية بطولتين والوصافة 3 مرات، كوريا الشمالية ثالثا بطولتين والوصافة مرتين، الرابع الصين مرتين والمركز الثالث 3 مرات، السعودية فاز مرتين، هنا محاولة للتاسع لكن شوف حارس المرمى، تكلمنا عن رشاقته عن إمكانياته، يستمر في إبداعاته في بعض الكرات، وهو إدوارد أوريولا صيدها بشكل حلو بشكل جميل، يوقف محاولة إندونيسية. المنتخب العماني في المركز السادس فاز في بطولتين والمركز الثالث مرة واحدة. واحد يقول لي ليش انت كلهم فايزين مرتين، ليش ما يكون مكرر؟ طبعا انا اعتبر ان اللي فايز في البطولة مرتين والوصافة 3 مرات هو افضل من اللي فايز في البطولة مرتين والوصافة مرتين، فاعطيه افضلية. كرة بتوصل للمنتخب الاندونيسي، والله حارس المرمى، حارس المرمى مقلل الأهداف في شباكه اليوم، متين ولكنه رشيق، متين ورشيق حارس مرمى جزر ماريانا إدوارد أوريولا. شوف الكرة القوية وشالها بطرف أصابع إلى ضربة ركنية، تسديدة حلوة من اللاعب رقم 10 اللي هو فضلي ألبرتو، تسديدة الفضلي إلى حارس المرمى فضلي ألبرتو، تبديل منتخب جزر ماريانا، أيضا تبديلات، يدش اللاعب اللي هو إيمون تانك، هذا مهاجم رقم 22 ورقم 8 راح يدخل أيضا مهاجم جان يوم، طلع مهاجم اللي هو جان سيو. تبديلات باخر 7 دقائق، شوط ناجح بالنسبه لمنتخب جزر ماريانا، من افضل الاشواط اللي يلعبها، من افضل الاشواط ربما في تاريخه امام جزر امام اندونيسيا، شوط كامل ما دخل مرمى الا هدف، شوط كامل حتى الان ما دخل مرمى الا هدف، الشوط الاول 7 اهداف، محاوله للاختراق، يلعب الكرة العرضية، وسبب رئيسي حارس المرمى، هنا التحطيب يحاول فيها، طلعها حارس المرمى، طلعها المدافع إلى رمية تماس، حارس المرمى أعتقد منع أكثر من 3 أهداف محققة، حارس مرمى جزر ماريانا الشمالية، نقلة ناحية اليمين، محاولة الآن للاعب زيدان، كرة، زيدان راحت منك الكرة بشكل سهل. بشكل سهل، رمية جانبية، اللاعب أندي فيث ينقلها للخلف إلى إيدا باغوس ناحية اليمين، لعبها بالعمق ولكن أسرع وأقرب إلى إدوارد أوريولا. أوريولا حارس المرمى حاول يستغل وقت المباراة، هذا هو أوريولا. المباراة القادمة لمنتخب اندونيسيا راح يلاعب المنتخب الاسترالي يوم الاحد الساعة 5:30 طبعا في نفس هذا الملعب، والمباراة القادمة لمنتخب جزر ماريانا امام منتخب الكويت يوم الاحد الساعة 8:30، واليوم الساعة 8:30 ان شاء الله بعد هذه المباراة منتخبنا الوطني الكويتي في مهمة اكون او لا اكون امام منتخب استراليا، الخسارة تعني توديع رسميا المنافسة على الوصول إلى كأس آسيا في السعودية النسخة القادمة اللي راح تكون في نوفمبر العام القادم. كرة ملعوبة توصل يلعبها، والتاسع التاسع يضيع، كرة لمست القائم الأيمن واللاعب فرجات الله، شوف ميرزا فرجات والله لعبها واصطدمت بالقائم اليسار، ويمنع القائم اليسار من ما لمس حتى فرجات، والقائم هو اللي أبعدها إلى ركلة مرمى، كرة بتتنفذ إبعاد، كرة توصل من ألبرتو فضلي، محاولة مع
مقطوعة الكرة بشكل جيد، توصل الآن إلى اللاعب جان يوم ولكن أقرب إلى حارس المرمى. حارس المرمى دافع القاسمي منتخب إندونيسيا، باقي 4 دقائق، هل يضيف ثاني الأهداف في الشوط الثاني وتاسع الأهداف بشكل عام؟ تتمرر لفرجات الله، فرجات الله يحذر، ترجع له مرة ثانية فرجات الله، الكرة وياه يتركها إلى الخلف، محاولة الكرة العالية ولكن ما تمر على مشارف منطقة الجزاء، بيحضر ولكن إلى برا الملعب، إلى برا الملعب، تسديدة سهلة الحقيقة وبعيدة عن مرمى منتخب جزر ماريانا، والنتيجة تبقى 8-0، 8-0، 7 أهداف في الشوط الأول، الشوط الثاني هدف واحد فقط في الشوط الثاني، ونلعب على بعد 2 ثواني من نهاية الوقت الرسمي، ما يميز المباراة ما فيها أوقات ضايعة. لعب يمر والهدف التاسع راح التاسع، ويأتي الهدف التاسع للمنتخب الإندونيسي، وهذا اللاعب يسجل ثاني أهدافه، سجل الهدف السادس والتاسع دقيقة 88، يسجل تاسع الأهداف، سجل ثنائية الهدف السادس والهدف التاسع. شوف أبد المستوى راحت، ما سوى شيء، ما عمل شيء، الصناعة جت من اللاعب رقم 20، صناعة جيدة اللي هو محمد طاهر، والمستوى راحت إلى الجول لنغزة أو غمزة سهلة كملها في شباك إدواردو أوريولا، بطل لاعبي منتخب جزر ماريانا ونجم الدفاع هو حارس المرمى. الكرة بتتنفذ آخر دقيقة وثواني، 9-0. أسمع مشجعين إندونيسيين مو راضين بالتسعة، يبون 10، هذه المشجعة تبي العاشر، مو جايزت لهم النتيجة أبدا، يبون العاشر، وحارس المرمى يمنع العاشر الحارس إدوارد أوريولا، فهل يسجل الهدف رقم 10 منتخب إندونيسيا ويراضي الجمهور اللي طمعان بالعاشر؟ الكرة الآن من إدوارد أوريولا يلعبها عالية وتتنفذ على الطرف الأيمن، محاولة الآن يقودها فضلي ألبرتو، ترجع الآن بشكل جيد ناحية يمين لكن يطلعها من أمامه المدافع إلى خارج الملعب اللي هو موشي سيكل. يبون العاشر المنتخب الإندونيسي، يبقى رقم منتخب أستراليا صعب، 19-0 على منتخب جزر ماريانا الشمالية، 2 وقت بديل للمهدور بحسب اللوحة المرفوعة، 2 الوقت التعويضي، ضربة أو رمية تماس، 2 يحسبها حكم اللقاء الأردني محمود السوالمة، وتنحط العاشر، لكن تسلل العاشر تسلل. شوف محمد طاهر كان في موقف تسلل، طبعا ما في فار، خلاص تسلل، ما في تقنية الفار في هذه البطولة، حتى لو نشوفها احنا نشوفها مو تسلل، مدام رفع الراية إذن الوضع في تسلل. هو مساعد الحكم الثاني هو السوري خضر حمامة، عفوا هذا الأول اللي هو حمزة أبو عبيد اللي رفع الراية، الأردني حمزة أبو عبيد الدولي من عام 2018. كرة منقولة إلى جهة اليسار، محاولة العاشر والعاشر، الله، عشرها المنتخب الإندونيسي لفضل
فضلي البرتو، فضلي البرتو كابتن يحط الهدف العاشر. شوف 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 الستة ياردة على طول، صعب انها تضيع يا فضلي، حاطها في الجول. فضلي البرتو يعشر النتيجة وتصبح 10-0 10-0 وباقي ثواني على نهاية الوقت بدل الضايع. كل التوفيق لمنتخبنا امام استراليا بعد قليل، اللي راح تكون بصوت الزميل ابراهيم الهشال. حارس المرمى يطلع لها ويتصدى لهذه الكرة ادوارد اوريولا. خلاص الوقت البديل انتهى، كذلك ننتظر الساعة من حكم اللقاء، وها هي نغمة صافرة السوالم الأردني تعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء. 10-0 للمنتخب الإندونيسي جزر ماريانا الشمالية. إذن لا شيء، ويغادر رسميا بطبيعة الحال بعد هذه النتيجة. أيها الأحبة أيها المتابعين في المكان، أشكركم على التفضل بالمتابعة، على أمل نلتقي وياكم إن شاء الله في مباريات قادمة.